أهلا بكم من جديد. نستكمل وإياكم متابعة نتائج الشركات السعودية، حيث نمت الأرباح الصافية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ب 78% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ 285,800,000 ريال. ويعود سبب التحسن في أرباح الربع الثالث بشكل أساسي إلى نمو الأعمال، والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة وصافي نتائج الاكتتاب. وللمزيد حول هذه النتائج المالية ينضم إلينا مباشرة من جدة طل هشام ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. أهلا بك أستاذ ناظر، وشكرا انضمامك إلينا. بداية نتحدث عن العوامل التي دفعت أو قادت هذا النمو في الأرباح. نتحدث عن النمو بحوالي 80% تقريبا عن الربع المماثل من العام الماضي. كيف الحال أخ ناصر؟ يا هلا. الحمد لله، أول 9 شهور لبوبا كانت 9 شهور ممتازة، فلما نشوف المبيعات الشركة ارتفعت من 4.9 بليون ل 6.2 بليون أو 27% في أول 9 شهور، وربحية الشركة زادت من 177 مليون ل 435 مليون في أول 9 شهور، ولا تقريبا 146%. طب وأنتم لديكم كانت محفظتكم الاستثمارية في السوق السعودية شهدت بعض الخسائر خلال الربع الثالث، هل هناك أي تغييرات في سياسة هذه المحفظة الاستثمارية moving forward أو خلال الفترة المقبلة، في ظل يعني ما نشهده من تقلبات في سوق الأسهم محليا وإقليميا؟ شوفوا، تركيز بوبا من أول ما بدت على الأوبريشنال بروفيتس ولا الأرباح من المبيعات، فما نركز كثير على الاستثمار، احنا مره كونسرفاتيف على الاستثمار، فمعظم الارباح حقت الشركه من مبيعات التامين الصحي في المملكه ومانجنج الكليمز كوست، وبنبيع عن طريق اللي هو سياسه اكتواريه محافظه، فلما بيكون في تقلبات في السوق ولا سوق الأسهم ما بيأثر علينا كثير. يعني احنا من وجهة نظر اللي هم الشير هولدرز، انه الناس بتستثمر في بوبا عشان تعمل أرباح من التأمين الصحي. طيب أنتم قمتم بزيادة رأس مالكم قبل عدة أشهر، وكان هناك طبعا زيادة في رؤوس أموال العديد من شركات التأمين، هل استطاعت هذه الزيادة في رؤوس أموال تلك الشركات بإعادة الثقة للعديد للقطاع التأميني بشكل عام في أو على الأقل شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية، وتحضيرها طبعا للتحديات التي تواجهها مستقبلا؟ يعني احنا نظرتنا لسوق التأمين الصحي في المملكة نظرة واعدة، فاحنا لما نشوف حجم السوق في نهاية 2014 كان حوالي 16 بليون، نتوقع انه حجم السوق ينتهي، انا بتكلم عن التأمين الصحي، في نهاية 2015 حوالي 19 بليون. في الشركات لازم تحضر نفسها من ناحية الملاءة المالية وتكون قوية عشان تجرو وميت كل السولفنسي ريكوايرمنت اللي تحتاجها مؤسسة النقد. شكرا لك السيد طل هشام ناظر، رئيس تنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين، كان معنا مباشرة من جدة، أشكرك جزيل الشكر.